السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالتمارين الموجودة في الصفحة 113 من كتاب النجاح في الرياضيات المستوى الخامس، دائما في إطار الأنشطة والتمارين الخاصة بأسبوع تقويم ودعم وتوليف تعلمات الخاصة بالوحدة الخامسة. نبدأ على بركة الله بالتمرين رقم 4. Le graphe suivant représente l'évolution des températures et de précipitations dans une ville pendant une année. هذا اللي بيان اللي عندكم هنايا او الرسم التوضيحي يشير الى كميه التساقطات ودرجات الحراره، يعني اللي كاينه في اللي عرفتها واحد المدينه خلال سنه. إذا انتم راكم كتعرفوا الامطار او التساقطات بالازرق، لا تمبيراتور هي بالاحمر. السؤال الاول، لي دو موا لي دو موا شهور لي بلو هوميد، يعني الاكثر رطوبه، يعني اللي فيهم درجه الحراره منخفضه جدا، واللي هما غادي الا درتو يعني مقارنه غادي نلقاهم هو هذا الشهر اللي هو جانفي، نحاول نوريكم جي جانفي او فيفري، سي جانفي اي فيفري، نقدروا نعتبروا حتى ديسمبر في لافان ديالو. الوغ جانفي فيفري وحتى ديسمبر. بالنسبه للسؤال بي، لي دو موا لي بلي سيك، سيك هي يعني الجاف، الشهور اكثر هما لكن هما طالبين هنا غير جوج. الوغ جانفي اي فيفري، يقدر يدير لنا جانفي اي ديسمبر ولكن جانفي اي فيفري اكثر شهرين حراره او جفاف هما اللي فيهم درجه الحراره مرتفعه. غنشوفوا هذا الخط اللي كيتنا الحراره، يعني اكثر حراره كانت في جويي اي اوت، جويي اي اوت هذه ديجا كتبتهم بالاحمر، يعني يوليوز و غشت. لي موا او لا تمبيراتور دي باس 20، اش غدير؟ غتاخذ المسطره وغادي توضعها في هيا 20، هو هذا السطر هذا، يعني الشهور اللي كانت فيهم درجه الحراره اكثر هي هذا اللي هو جوان جويي اي اوت، جوان جويي اوت، اعيد جوان جويي اوت. صافي، هذا كل ما يخص التمرين الموجود التمرين رقم 4. قبل ما نكملوا التمارين كنتظر الدعم ديالكم للقناه عبر وضع جيم في كل فيديو، خلي تعليق وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، واذا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تترددش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد. نمر الان الى التمرين رقم 5. عندنا هذه القطعه ا بي، ارسموا سي منقولة ا بالقن اللي هو 7 نحو اليمين 3 نحو الاسفل. اذا غنشوفوا النقطة ا فين هو ونحسبه، 1 2 3 4 5 6 7. شنو خاصني؟ 3 نحو الاسفل، 1 2 3، اذا هي النقطة سي. ثم مطلوب مني ب، ارسم دي منقولة ب بنفس القن، 7 نحو اليمين 3 نحو الأسفل. إذا نشوفها هي بي، نحسبو نشوف نفس، 1 2 3 4 5 6 7، ونحسب 3 نحو الأسفل، 1 2 3 و3 نحو الأسفل. إذا هذه سي دي، نصل بخط بين السي والدي، هي أرسم القطعة سي دي. سؤال دال، أقارن بين قياس طول قطعتين AB و CD، ماذا نلاحظ؟ راه إلا عبرتيهم بالمسطرة أولا بالبركار ولا هنايا ثلاثة المربعات ولا ثلاثة غتلقاهم قد قد، وأصلا يعني المنقولات بواسطة الإزاحة أولا كيحتافظوا على نفس الطول ديال المسافة، نفس الزوايا، حتى كنحافظ حتى على قياس الزوايا على التعامد والتوازي. وبالتالي في المقارنة أنا عمدا حطيت هكذا الكتابة، المسافة AB تساوي المسافة CD، تقدر ديرو بين معقوفتين، يعني هاد القطعة تقيس هاد القطعة، إذا نفس المسافة أو نفس قياس القطعتين. ننتقل للتمرين رقم 6. سوغ أن كادرياج إيدونتيك جو ريدوي لا فيغور سويفونت أون ديفيزون توت سي ديمونسيون باغ دو، مطلوب مني أنني نرسم هاد الشكل الأصفر واحد التربيعات اللي تشبه التربيعات ولكن جميع القياسات غنقسموها على جوج. يعني المسافة نبداو من نقطة ا، مسافة ا دي فيها شحال من مربع؟ جوج، جوج على جوج الى قسمنا على جوج تعطيني واحد، هادشي اللي حاولت نرسم هنا. اذا ها هي ا دي رجعت غير مربع واحد. ثم المسافة دي سي نحسبه، 1 2 3
أربعة خمسة ستة، ستة مقسومة على اثنان ثلاثة، هذا الشيء اللي غادي رسمت هنا. إذن واحد اثنان ثلاثة، إذن ها هو ثلاثة. ثم نحسب المسافة السبي، السبي اللي حسبناها نلقاو فيها ستة حتى هي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة مقسومة على جوج ثلاثة، إذن غادي نرسم المسافة من هنا لهنا ثلاثة، ونرسم أبي غتلصق. الا كيبان لكم الشكل شي شويه كبير راه غير حيت انا كبرت لي كارو باش يوضح لكم اكثر، اما راه هو صغير ماشي كبير. نمر الى التمرين رقم سبعة هذه المره. ان بروبريتي سو كومبوز د ستاد دو 5,25 هكتار دين بريري دو 466 ar et d'un bois de 45 000 m². واحد الملكية تتكون من واحد تيران ستاد ملعب أو لا كيتكون من من هذاك المساحة ديال هذاك الملعب أو لذاك يعني المتسع ديال الارض ب 5.25 هكتار، وفيه واحد المكان ديال الحيوانات اللي هو مخصص ليه 466 ار، وفيه مكان يعني مشجر فيه الاشجار خاص بالاشجار او الحقول، داك المساحه ديالو 45000 متر مربع. مطلوب مني جو كالكولير دو سيت بروبريتي اون ار اي اون هكتار اي اون ار، احسب مساحة هذه الملكية بالهكتار ثم بالار. اذا هما الطرق كثيرة، الطريقة اللي اعتمدت انا هنا حولت بما انه عندنا هذا بالهكتار وهذا بالار وهذا بالمتر مربع، شو درت انا رجعتهم كلهم للهكتار، يعني 466 ار كتساوي 4.66 هكتار، و 45000 متر مربع كتساوي 4.5 هكتار، وقمت بالمجموع جمع الدم فاش لقيتهم بالهكتار كلهم سهلت عليا 5.25 زائد 4.66 زائد 4.5 عطاتني 14.41 هكتار، وغادي نحولها للار غتعطيني 1441 ار. كاينه طريقه اسهل، توضحهم رسم الجدول ديال التحويلات ووضع فيه 5.25 هكتار، وعاوتاني وضع فيه 466 ار، ووضع فيه 45000 متر مربع، وقم بالمجموع عادي، وثم غتاخذ منهم بالار وتاخذ منهم بالهكتار، اختار الطريقه اللي تناسبك. بالنسبه للتمرين رقم 8 هو اخر تمرين في هذه الصفحه، مطلوب مني انني نرسم مماثل هذا الشكل بالنسبه للمستقيم الدي. مساله بسيطه، غادي نبداو بهذه النقطه الاقرب، بكم تبعد عن الخط التماثل بمربع واحد، يعني في نفس المستوى مربع واحد اللي وضعت النقطه، ثم نحسب على التربيعات 1 2 3 4، كنجيو كنحسب التربيعات 1 2 3 4 وكنوضع نقطه، ثم باش نحسب النقطه الثانيه اللي هي هنا اش غادي ندير، غادي نعاود نحسب المربعات اولا باش نحسب هذه النقطه هذه اللي كاينه هنا بشحال كتبعد على 1 2 3، نكمل في نفس السطر 1 2 3 اللي وضعت هذه النقطه، نحسب هذه المسافه كامله شحال فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10، اذا نحسب من هذه النقطه لهذه النقطه 10، 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يعني وضعت نقطة، عاوتاني نحسب المسافة هنا والنقط، ويبقى غير ونصل بين النقط ونلون. كنتمنى أنكم تكونوا كتبعوا الفيديو حتى الأخر، متبخلوش عليا بالدعم ديالكم عبر وضع جيم أو كومنتار في كل فيديو، تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الإجتماعي، وإلا كنتي أول مرة كتشوف لي فيديو أو إلا كتشوف القناة فما ترددش في المشاركة وتفعيل الجرس، لأن غادي تطرحوا مجموعه من الافكار والدروس اللي غتفيدك كل اكيد، وشكرا.